مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الحلقة ضمن سلسلة برامجنا الخاصة حول أبرز أحداث العام 2022 وفي واجهتها خطابات العاهل المغربي الملك محمد السادس. ومن ضمن هذه الخطابات يبرز الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 14 أكتوبر بمناسبة الدخول البرلماني. ففي هذا الخطاب الملكي قال العاهل المغربي إن المملكة تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وأعرب الملك محمد السادس في أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية. ودعا العاهل المغربي إلى تفعيل ميثاق لا تمركز الإداري وتبسيط المساطر وانخراط القطاع البنكي والمالي في دينامية الاستثمار والعناية باستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد الرهج الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، والدكتور محمد العمراني بوخبزة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ضيفي الكريمين أهلا بكما. أبدأ معكم أستاذ محمد الرهج، هل هذا الخطاب هو عنوان تحول برأيك في سياسة المملكة فيما يتعلق بالاستثمارات لا سيما الاستثمارات الخاصة؟ فعلا الخطاب الملكي أثناء دورة أو افتتاح الدورة البرلمانية هو مؤسس للاستثمار، بحيث أنه صاحب الجلالة خلال هذا الخطاب تطرق إلى نقطتين أساسيتين تتعلق بالاستثمار. النقطة الأولى الاستثمار العمومي لتمكين المغاربة بمادة الماء، حيث ألح على ضرورة الاستمرار في الاستثمارات العمومية لبناء السدود وكذلك بناء المقاولات لتحلية مياه البحر. هذا الشق الأول. والشق الثاني وهو الاستثمار، مؤكدا على ضرورة خلق مناخ عام يساعد على جلب الاستثمارات سواء كانت داخلية أو خارجية، وألح على ضرورة التصريع على ميثاق الاستثمار. فهذا الخطاب مؤسس، بحيث أنه إذا لخصت النقطة الأساسية تتعلق بنوعية الاستثمار، حيث ألح صاحب الجلالة على الاستثمار المنتج وعلى خلاف الاستثمار المبني على المضاربة أو الريع. أي بعبارة أخرى، ميثاق الاستثمار كما جاء على ضوء الموافقة البرلمانية عليه والاستثمار منتج هو المنشود، بحيث أنه إذا تطرقنا إلى نوعية الخطاب ونوعية الميثاق الذي صادق عليه البرلمان يأتيان في نفس التوجه ضرورة تشجيع استثمار منتج لخلق ثروة، لخلق قيمة مضافة، وكذلك لخلق مناصب شغل، حيث أنه من المنتظر أن المغرب سيأخذ ربما مسارا جديدا ومسارا آخر. وهذا الميثاق الاستثمار الذي جاء وهو إطار يؤطر في نفس الوقت الإطار القانوني وكذلك الإطار الموجه لنوعية الاستثمار، أي الاستثمار حسب توجهات صاحب الجلالة وكذلك توجهات الدولة المغربية. دونك هنا هذا الإطار هو إطار قانوني وكذلك إطار يحدد مجموعة من الأولويات التي جاءت عبر الخطاب الملكية أو عبر القانون النموذج التنموي الجديد والذي أكد عليه ميثاق الاستثمار الجديد. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الرهج. قلتم ميثاق الاستثمار الجديد. دكتور محمد العمراني بوخبزة، العاهل المغربي الملك محمد السادس في هذا الخطاب خطاب افتتاح السنة التشريعية عبر عن تطلعه إلى أن يشكل هذا الميثاق الوطني للاستثمار نقلة نوعية فيما يتصل بجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة
الوطنية والأجنبية. ما هي معالم أو مرتكزات هذا الميثاق الذي الآن يعتمد عليه أو ينتظر منه أن يشكل حلقة محورية في هذا التحول؟ وبالفعل أن جلالة الملك رغبته كانت واضحة، وهو إحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار، لأن ربما مرور 26 سنة على القانون المتعلق بمثابة ميثاق الاستثمار ربما لم يعد قادر على مواكبة رهانات المغرب للمستقبل. لذلك جلالة الملك حتى على ضرورة صياغة ميثاق جديد، وهو الأمر الذي حدث. ولكن هذا الميثاق ربما أنه تجاوب بشكل كبير مع مضامين الخطاب الملكي، لأن دائما نقول أن الخطاب الملكي هو خطاب توجيهي لعمل البرلمان. لذلك لاحظنا أن ميثاق الاستثمار الحالي جاء متجاوبا بشكل كامل مع مضامين هذا الخطاب، لذلك ركز على 8 محاور أساسية يرغب أو يأمل ويطمح هذا الميثاق إلى تحقيقها. بالفعل أن العنوان العريض فيما يخص ميثاق الاستثمار هو تمكين المغرب من أن يكون ذو جاذبية على مستوى جلب الاستثمارات. ربما أن المغرب حقق شيء كثير في هذا الأمر، ولكنه للأسف الشديد أن هذه الاستثمارات لم تكن تنعكس على المواطن، بمعنى أنها لم تكن تنعكس على خلق مناصب شغل، لم تكن تساهم في خلق قيمة مضافة إلى غير ذلك. لذلك الآن هناك توجه جديد لميثاق الاستثمار من منطلق أنه يجيب على الإشكالات الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وخاصة على مستوى مسألة العدالة المجالية. معلوم أن هناك تفاوتات على مستوى المجال في المغرب فيما يخص الاستثمارات، هناك جهات ذات جاذبية كبيرة جدا وتحظى باستثمارات كبرى، في حين أن هناك جهات أخرى للأسف الشديد هناك ضعف وهناك خصاص في هذا المجال. لذلك يهدف هذا الميثاق إلى الدعم العدالة المجالية، وهي رهانات كبيرة بالنسبة للمغرب. ثم الأمر الآخر ويتعلق بنوعية الاستثمارات، بحيث أن المغرب الآن نتحدث فيه عن دولة استراتيجية، وهذه الدولة هي التي تحدد نوعية الاستثمارات أو التوجهات الكبرى لهذه الاستثمارات. نحن لا نرغب في الاستثمارات التي تركز على قطاعات معينة. المغرب الآن يراهن على قطاعات المستقبل. معلوم أن هناك قطاعات ربما ستندثر في أمد قريب، وهناك مهن لن يعود لها أي أثر. لذلك المغرب فهو الآن يحدد نوعية القطاعات التي سيراهن عليها للمستقبل، وبالتالي سيوجه الاستثمارات في هذا الاتجاه، بحيث أنها المغرب يطمح أن تكون له الريادة في قطاعات كثيرة. لربما لاحظنا كيف أنه نجح في مجال صناعة السيارات، في صناعة الطائرات، الآن له رهانات أخرى للمستقبل، فبالتالي سيوجه الاستثمارات لهذه القطاعات. دون أن ننسى أن المغرب كذلك على مستوى الاستثمار لا يركز فقط على الاستثمار العمومي الذي يشكل الآن حوالي 2/3 الاستثمارات، ويراهن على أن يساهم القطاع الخاص سواء الوطني أو الدولي أن يكون له الأسبقية، بحيث أن ينتقل إلى 2/3 عوض 1/3 في الوضع الحالي. شكرا لكم أستاذ محمد العمراني بخبزة. أستاذ محمد الرهج، من الكلمات المفتاحية في هذا الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية هو تركيز العاهل المغربي الملك محمد السادس على أنه الاستثمارات تمت دائما توصيفها في متن هذا الخطاب بالاستثمارات المنتجة كما ذكرت أنت، وأيضا تركيز على مسألة اعتماد المملكة على هذه الاستثمارات من أجل الانخراط في القطاعات الواعدة، ما تحدث عنه الأستاذ العمراني بخبزة كونه قطاعات المستقبل. كيف تتجسد لنقول شروط الاستثمار المنتج، وما هي برأيك هذه القطاعات الواعدة بالنسبة للمملكة؟ وبالنسبة للقطاعات الواعدة واللي معروفة بإنتاجيتها، إلى جانب قطاع السيارات وقطاع الطائرات وقطاع تنقيل الخدمات، المغرب أضاف في المرحلة الأخيرة
قطاع صناعة الأدوية واللقاحات، وظهرت من بعد أزمة كورونا أهمية القطاع، وكذلك الأهمية السيطرة على القطاع للحصول على المادة، أي صناعة الأدوية. في هذا الباب شرع المغرب بوحدة أولية اللي فيها مساهمة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بحيث أنه الدولة زائد استثمار خاص وزائد شركة صينية تم بناء معمل لصناعة اللقاحات في المنطقة ديال بن سليمان. دونك هو القطاع الأدوية ضروري وضروري جدا جدا، لأنه يوفر الأمان والأمن في القطاع الصحي، والمغرب كان سباق في الميدان. أولا سينتج لتلبية حاجيات الساكنة المغربية، وكذلك في إطار العلاقات الدولية الرزينة التي يحافظ عليها المغرب ما بين بلدنا ومختلف دول إفريقيا، بحيث أنه هذا المعمل كذلك سيصدر إلى الدول الإفريقية لتلبيات حاجياتها في ميدان الأدوية واللقاحات لفاكسا. القطاع الجديد الذي تم التلميح إليه والمغرب شرع ابتداء من القانون المالي 2023 وهي صناعة الأسلحة، لأنه المغرب إلى يومنا هذا كان يستهلك الأسلحة عبر شرائها على طريق الطلبيات، إما للولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الصين أو روسيا. الآن المغرب قام بتحول ملموس في إطار صناعات الأسلحة، بحيث أنه شرع خلال القانون المالي 2023 باعتمادات مهمة لصناعة الأسلحة. دونك حاليا إلى جانب القطاعات اللي معروف بها المغرب أو المهن اللي ربما غادي توفر للمغرب واحد الضمان، كاين هاد القطاعات ديال السيارات والطائرات وتنقيل الخدمات، إلى جانب الآن صناعة الأدوية واللقاحات، ثم كذلك صناعة الأسلحة، ثم كذلك هناك بعض القطاعات اللي ربما غادي تفرض علينا مستقبلا، وهي على ضوء حرب كورونا روسيا وأوكرانيا، وهي الصناعة الغذائية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، ولما لا خلق صناعات تحويلية للمواد الفلاحية إلى مواد قابلة للاستهلاك بعد تصنيعها. دونك طيب، الباب الأساسي اللي بني عليه ميثاق الاستثمار واللي كان بني عليه التوجه الأساسي لصاحب الجلالة، وهو يكون هناك قطاع منتج ذات قيمة مضافة عليا، وكذلك بمناصب شغل ذات جودة عالية. هذا هو المرتقب والمنتظر في إطار هذا الميثاق الاستثمار، وهو خصص ربما تناقشوا من بعد على المحتوى ديال ميثاق الاستثمار، لأن الدولة خصصت مجموعة ديال المساعدات ومنح حسب الأولويات التي ستسطر في إطار تعاقد ما بين المستثمر سواء خاص مغربي أو خاص أجنبي والدولة المغربية. شكرا لكم أستاذ محمد الراجل. أستاذ محمد العمراني بوخبزة، في خطاب العاهل المغربي في افتتاح السنة التشريعية عفوا، كانت هناك دعوة صريحة لأن تطلع المراكز الجهوية للاستثمار بشمولية الاهتمام بمسألة الاستثمار والتعامل مع المستثمرين، وأن تكون كل الإدارات والخدمات المركزية أو الترابية أن تكون وراء هذه المراكز الجهوية للاستثمار. هل تم إنجاز ذلك؟ تحت إشراف من ستكون هذه المراكز؟ ولاحظنا أن في خطاب سابق لجلالة الملك أنه انتقد في إطار تقييمه لأداء المراكز الجهوية للاستثمار، انتقدها بشكل صريح، وبالتالي كان من الضروري أن يعاد النظر في هذه المؤسسات الموكول إليها مسؤولية دعم الاستثمار، بل أنه اعتبرها أنها معرقل للعملية الاستثمارية. لذلك فكان هناك تركيز كبير على إعادة النظر في هذه المؤسسات من منطلق الجانب الأول أنها تشرف على المساطر المتعلقة بالاستثمار، وهنا خلق المقاولة بحيث أن هذه المؤسسة الآن أصبح موكول إليها
تتبع إنشاء المقاولة من بدايتها إلى نهايتها، بل أكثر من ذلك أن مواكبة هذه المقاولات إلى أن تستطيع الوقوف على وتأخذ المسار السليم الذي يمكنها من القيام بمهامها. لذلك فالجانب الأول هو أن يعاد النظر في طريقة اشتغال هذه المؤسسات الاستثمارية المشرفة على الاستثمار، وكذلك حضورها الترابي، بحيث أن هذه المراكز هي مراكز جهوية، ثم أنها مطالبة بخلق لجان داخلية، هذه اللجان داخل هذه المراكز هي التي عليها أن تشتغل في مجال التراب الجهوي لمواكبة المستثمرين. ثم لا ننسى أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار جاء مرتبطا بتوجيه ملكي متعلق بميثاق لا تمركز، لأن في غالب الأحيان كان هناك عرقلة للكثير من المشاريع الاستثمارية بفعل أنها كانت مرتبطة بقرارات يجب أن يتم استصدارها من المركز من العاصمة، وهو الأمر الذي كان يعرقل حقيقة المشاريع الاستثمارية. الآن أصبحت هذه الإجراءات والمساطر مسؤولة عليها المراكز الجهوية للاستثمار دون غيرها، بل أكثر من ذلك أصبح لدور الوالي مسؤولية مهمة على مستوى توجيه عمل هذه المراكز الجهوية للاستثمار، لأن الجانب الإداري وتبسيط المساطر طيب. وتوجيه شكرا. هذه المقاولات نحو الاستثمار المنتج كما قلنا هي الأساس. لا أريد أن نتجاوز هذا السياق من دون أن نتوقف عند هذا المقتطف من خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية، حيث قال أن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار. جديد الميثاق الجديد للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لا تزال تحول ذمة تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات. فالمراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود. وفي المقابل ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين سواء على الصعيد المركزي أو الترابي. وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال، لكن النتائج المحققة تحتاج إلى المزيد من العمل لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرات الخاصة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وهنا نريد التركيز مرة أخرى على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق لا تمركز إداري والتبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال. وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد. ويبقى الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني. والمقاولات المغربية ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية مدعوة إلى تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال، كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولة الصغرى والمتوسطة. إذن نواصل حديثنا مشاهدينا الكرام في باب الاستثمار كما ورد في خطاب العاهل المغربي في افتتاح السنة التشريعية. أستاذ محمد الرهج، العاهل المغربي ركز على أمرين أساسيين أيضا إضافة إلى ما قلناه وقلتماه أنتما أيضا ضيفي الكريمين، مسألة
المراكز الجهوية للاستثمار والتحول الذي ينبغي أن تنفيذه فيما يتصل بشمولية إشرافها على الاستثمار ومسألة القطاع المالي والبنكي، هل من السهل تنفيذ مثل هذا التحول في الأجل المطلوب؟ ضروري، لا مفر منه، لأنه المحيط العام حالياً لا يساعد أو يعرقل شيئاً ما عملية الاستثمار، فيمكن أن نستقبل أي مستثمر. فإذا كانت كل المرافق العمومية أو الإدارية أو التابعة للدولة لا تساعد أو لا تساهم في تقديم كل الخدمات وكل الموافقات، فهذا المستثمر سيجمع حقائبه ويذهب إلى بلد آخر. فالخطاب الملكي ألح بكثرة على المحيط العام للاستثمار، سواء على مستوى القوانين المتعلقة بالجهوية أو لا تمركز، سواء المتعلقة بمراكز جهوية للاستثمار، وأخيرا لم تبقى تابعة لوزارة الداخلية بحيث الآن أصبحت تابعة لوزارة مكلفة بالاستثمارات، ثم كذلك القطاع البنكي، ثم كذلك القضاء، ثم كذلك الرقمنة، ثم كذلك التعليم. فهي أنا بالنسبة لي هي إجراءات عامة تساعد المستثمر أن ينجز استثماره حتى يتمتع الاقتصاد المغربي بإضافة ومساهمة ونتجه نحو التنمية. شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد راهج، الوقت يتداركنا، سأخذ دقيقة إضافية مع الأستاذ محمد العمراني بخبزة أيضا للحديث عن هذه الخصوصية التي ينبغي أن يتصف بها أي قطاع مالي وبنكي في العالم، وهي المخاطرة. دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس لهذا القطاعين لأن ينخرط في دينامية الاستثمار، هل تتوقع أن تكون هناك دينامية جديدة في هذا الباب؟ وبالفعل أن ما يميز القطاع البنكي والمالي في المغرب أنه غير لا يخضع لمنطق المغامرة، وهذه ملاحظة عامة، لأنه دائما يتحدث عن الضمانات، ومن ثم المغرب الآن توجه نحو دفع الأبناك إلى أن تنفتح على منطق المغامرة، ومنطق المغامرة هو أساس الاستثمارات. لا يمكن أن نواصل بنفس المنهجية التي تعتمدها الأبناك المغربية الآن في دعم الاستثمار. لذلك لاحظنا كيف أن الدولة أصبحت تضمن جزء من الاستثمارات المتعلقة بالمقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأننا على وعي تام بأن الاستمرار في اعتماد الضمانات كأساس لتمويل الاستثمارات من قبل الأبناك لن يؤدي إلى النتائج المرجوة. إذن فجزء من الاستثمارات الآن تضمنها الدولة، وعلى الأبناك المغربية أن تنخرط في هذه العقلية الجديدة المتعلقة بالمغامرة، وهو أساس كما قلنا الجيل الجديد من دعم الاستثمارات في المغرب. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد العمراني بخبزة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان. نشكر أيضا ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد الرهج، الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، على كل هذه التوضيحات القيمة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، نلتقي في منتصف النهار و30 دقيقة في حلقة خاصة جديدة عن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.